بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بنستعين عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أجمل تحية لمتابعينا الكرام، أجمل انطلاقة في هذا المساء ضمن هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم للهجن، الذي يعلن انطلاقه في هذا التوقيت بالذات مع بداية العام الجديد، والذي جاء بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ورعاية كريمة دائمة لهذه الرياضة وانطلاقاتها في كل موقع من مواقع هذه الرياضة في هذه الدولة، لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه وحفظ الله كافة شيوخنا الكرام. أجمل تحية في هذا المساء، حيث هذه الانطلاقة، حيث هذا التجمع، حيث هذا الملتقى الذي يحمل هنا أقوى الشعارات في عالم الأصايل، ارتباط المؤسسات العملاقة القادمة للمشاركة هنا في أرضية هذا الميدان، لتحمل هنا منافسة التحدي في هذا المهرجان، والذي ندشن به عاما جديدا من التحديات والإثارة في هذه الرياضة. نرحب بمتابعينا الأفاضل، نرحب بمشاهدينا الأعزاء، قنوات دبي ريسنج، قناة ياس الفضائية، وقناة الكاس، في هذه المتابعة لانطلاقات هذه الرياضة. نذهب إلى المقدمة، نتابع أول الأسماء الشاهينية تعلن انطلاقها على المقدمة، ولكن هناك التغيير المبكر من نبع لهجن إنتاج أم الزبار، وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يقود هذه الانطلاقة، المركز الثاني الشاهينية والمركز الثالث أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة وقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع إلى هملولة في المركز الرابع لهجن الرئاسة وسلطان بن محمد الوهيبي في هذا التحدي، بينما المركز الخامس تأتي هجن أم الزبار مع هذه الانطلاقة وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. هنا المركز السادس، نذهب مباشرة إلى انطلاقات الذهبي والقادم بقوة أيضا من خلال هذه اللحظات وهذه التحديات، هجمة لهجن الشيحانية وسالم بن فاران المري إلى المركز السابع مع هنا الانطلاقي، وجاء برنس الشحانية يعلن تواجده هنا مع الحرقة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وهناك أيضا التواجد للرسالة هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. هذه المراكز التي تعلن هناك الانطلاق، تعلن هناك التحديات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، هذه الأسماء، المنافسة هنا تحمل الاندفاع القوي والمثير على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المقدمة، نعود إلى البداية، نعود إلى انطلاق أول التحديات، هنا الشاهينية التي تقود المركز الأول وتعلن انطلاقها على مقدمة هذا الشوط من خلال هذه الأسماء المتميزة. المركز الثاني، هناك هجمة على المركز الثاني أيضا لوجود هجن الشحانية وسالم بن فاران المري إلى المركز الثالث، هي نبع هجن إنتاج أم الزبار وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. ما شاء الله تقدم هذه الهجن المتميزة الشاهينية إلى المركز الرابع لهجن الرئاسة وقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الحرقة وصلت في هذه اللحظة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل
المري، وهناك على الجانب الآخر الرسالة، رسالة لهجن الشحانية جار الله بن سالم، يابر بن سالم بن جابر بن فرحان المري. هذه المراكز الأولى، ونستكمل هناك التحديات مع هذه الانطلاقة والقادمة بقوة. هجن أم الزبار في هذه الانطلاقة، سالم سعيد بن دلم الهاجري مع خيرة التي تقدمت إلى المركز السابع. المركز الثامن هجن الرئاسة مع الشاهينية، وتدخل أيضا في المركز التاسع هجن الرئاسة مع وجود محمد بن عتيج بن زيتون والشاهينية لهجن العاصفة. هنا تدخل في التحديات والانطلاقات مع غياث الهلالي. هذه الأسماء، هنا أيضا الانطلاقات، واقتربنا من خلال هذه السرعة المميزة، قاربنا في هذه اللحظة لوحة الإعلان، لوحة التحدي. 1200، ما شاء الله وتبارك الله، الشاهينية متصدرة، والمجازف كعادته دائما في انطلاقات هذه التحديات. هناك ليجن الرئاسة، ولكن هجمة 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 على المركز الثاني. الذهبي الذهبي هجم مع الكيلو الأخير، هجم إلى الصدارة، هجم من خلال هذه الانطلاقة. سالم فاران المري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مقدمة مميزة تحمل هذه الانطلاقة. وهناك ايضا الشاهينية اوصلت لهجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون، رسالة قادمة ايضا في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، منافسة ثلاثية على التحدي والانطلاق، صدارة تحمل ايضا هذه اللحظات، هذه الاثارة، هذه الانطلاقة. يا سلام، الذهبي 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 مع هجمه على المقدمه والصداره، ورساله قادمه تحمل رساله الهجوم المبكر، رساله خطر تقدمها هجن الشيحانيه. جابر بن سالم بن فاران المري في المركز الثاني. المركز الثالث نعود الى وجود الشاهينيه، ايضا هجن الرئاسه محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه الاسماء الثلاثه التي تحمل هذا التحدي. اعود الى المقدمه، هجمة أم رسالة، هجمة أم رسالة من خلال هذه اللحظات. ولكن الشحانية وهجنها تعلن هنا وجودها مع أول ناموس في هذه الفترة المسائية والانطلاق الذي يحمل الرسالة الرسالة الرسالة. ولكن هجمة هجمة إلى المركز الأول، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الأداء. المركز الثاني كانت رسالة أيضا لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرئاسة بوجود أيضا محمد بن عتيج بن زيتون. المركز الرابع كانت هجن العاصفة مع غياث الهلالي. والمركز الخامس كانت الحرقة أيضا لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. ما شاء الله وتبارك الله، أعلن هذا الانطلاق، أعلن هذا التوقيت وهذه اللحظات. نعود بالتوقيت الزمني مع أول الأسماء. هنا أيضا هذه هي القادمة بقوة، 7 دقائق بلا شك موجودة وحاضرة. وهناك أيضا 17 دقيقة وجزء واحد من الثانية أيضا من خلال هذه اللحظات. هنا أيضا 7 دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. المركز الثاني كانت رسالة، 7 دقائق 17 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية. والمركز الثالث كان وجود الشاهينية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة